بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. صراحة أنا شخصيا ترددت في هذا الفيديو أن أقوم بوضعه لا أضعه، في الأخير استقريت على أساس أنه أضعه لأنه هذا التطبيق فعلا سوف يفيدكم ويستحق أن يصل إلى عدد كبير جدا من الناس، ولا أقوم بالدعاية له نهائيا، فقط أفادنا شخصيا وسوف يرغمك أن تنام في بضعة ثواني. يعني إذا كنت من الأشخاص الذين يفكرون كثيرا أو يتأخرون في النوم كثيرا، فهذا التطبيق صراحة نفع معي أنا شخصيا هذا الأسبوع. لماذا هذا الأسبوع إخواني الكرام؟ لأن هذا الأسبوع شوي كانت لدي مشاكل هنا في برشلونة في الليل، كلما خلت لي النوم يعني أفكر كثيرا، يعني والتفكير دائما يعني خليك لا تنام نهائيا، في الأخير يعني أستيقظ باكرا للعمل ويعني أصبح لا أنام يعني ساعات يعني التي هي في العادة أنامها من قبل. إخواني الكرام، جربت هذا التطبيق ونفع معي شخصيا. لماذا بالضبط هذا التطبيق إخواني الكرام؟ لأني جربت مجموعة من التطبيقات يعني على بلاي ستور الموجودة بكثرة، التي بها يعني بعض المقاطع الصوتية والموسيقية بهذا المفهوم، جربتها خلتني أكثر أفكر، لأن الموسيقى عادة تخليك يعني تفكر وتتأمل إخواني الكرام، لكن هذا التطبيق يعني ليس به نهائيا موسيقى ولكن به تأثير غريب جدا. يعني إذا استمعت إليه سوف تنام يعني في بضعة ثواني سوف تنام إخواني الكرام. الواجهة الخاصة بالتطبيق هو الشيء الذي حصل معي أنا شخصيا، جربته ليومين للأمانة قبل أمس وأمس، يعني بحكم كما ذكرت لا زالت لدي بعض المشاكل هنا، سألوا لي الدعاء. طيب إخواني الكرام، فالتأثير الأول الخاص بالنوم في الليل، يعني فإذا كنت تريد النوم في الليل فاستعمل هذا التأثير. إذا كنت تريد أيضا أن تنام بسرعة في ثواني كما ذكرت القيلولة يعني فاستعمل هذا التأثير، أما إذا كنت تريد السفر في الطائرة إلى غير ذلك فاستعمل يعني هذا التأثير، سوف يساعدك في النوم إخواني الكرام. مهما كانت هناك يعني ضوضاء إلى غير ذلك إذا استعملت يعني السماعات، أما إذا كان المكان هادئ فيمكن لك الاستغناء عن السماعات. نفسي أحب السماعات التي كنت أستعملها بحكم أني أتواجد يعني في منزل به دائما صوت يعني الشارع إلى غير ذلك. طيب بعد التشغيل يعني أي على حسب الليل، إذا كنت في الليل إخواني الكرام استمع إلى الصوت واعطيني انطباعك ارجوك يعني في الاسفل. اذا جعلك فعلا هذا التطبيق وانا متاكد جدا بانه سوف يجعلك تنام يعني في بضعه ثواني كما ذكرت، كما حصل معي انا شخصيا، ليس موسيقى نهائيا ولكن تاثير غريب جدا يؤثر على الدماغ بشكل رهيب جدا ويجعلك تسترخي بشكل رهيب، شيء الذي سوف يجعلك تنام يعني في بضعه ثواني اخواني الكرام. كما ذكرت انا لا اقوم بدعايه له نهائيا، التطبيق الجديد بالمناسبه ولديه نسبة تحميلات يعني قليلة ولكن تقييم كبير جدا وغير معروف إخواني الكرام. كما ذكرت القيلولة هنا وأيضا السفر في الطائرة إلى غير ذلك هنا، جربوا وخلوني انطباعكم يعني وهل سوف يفيدكم. وأنا وضعت كما ذكرت هذا الفيديو ليساعد فقط الناس الذين قد يكون لديهم مشكل يعني في النوم، فكما أفادني هذا يعني التطبيق سوف يفيدكم كثيرا وليس به نهائيا موسيقى. إخوانا الذين طبعاً الحال ملتزمون أكثر يعني فليس موسيقى نهائياً، والشيء الجميل الذي يؤثر بطبع الحال أكثر من الموسيقى. الموسيقى أعتقد أنه شخصياً تساعدك أكثر يعني في التفكير. بالتالي فهذا كانت تجربتي حول هذا التطبيق إخواني الكرام، وسوف تجدون أسفل الفيديو اكتبوا لي تعليق يعني بعد أن تقوم بتجربتي، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو عن أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا على موقعنا دول فيديو بونتيكال 5.com وإيما لو سمحت على facebook.com/حافظ 900 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.